القاهرة، نجحت قواتنا في اقتحام قناة السويس في قطاعات عديدة، واستولت على نقط العدو القوية بها، ورفع علم مصر على الضفة الشرقية للقناة. هنا القاهرة. سميت حرب أكتوبر 1973 بحرب التكامل والتكتيك، وحين يذكر سلاح تذكر بطولته، والبطل هنا أيضا سلاح المهندسين الذي نصب أفراده للعدو فضيحة مدوية عرفت باسم الصواريخ الهيكلية. بسببها دفع الجيش الإسرائيلي ثمنا غاليا من معداته، وخسر جزءا كبيرا من سمعته بعدما سخرت منه بعض الصحف العالمية مثل الجارديان البريطانية وغيرها. كنا بنصنع في الكتيبة عندي نفس شكل الصواريخ الحقيقية، وبنحاول إلى قدر كبير محاكاتها في شكل الصاروخ، وكنا بننشئ موقع كأنها قاعدة إطلاق صواريخ، عبارة عن 6 صواريخ أو 4 صواريخ موزعة بنفس شكل الصواريخ الحقيقية، بس كانت دي صواريخ هيكلية، وكانت بتتعرض لضرب من الطيران ومدفعية العدو، بعدها بيحصل طيارات استطلاع تصور نتائج القصف اللي حصل، فكان بتلاقي الصواريخ معظمها كما هي، فيتخيلوا ان القصف ما كانش دقيق وبالتالي ما أصابوش الهدف فيعيدوا قصفه تاني. طبعا دي كانت بتستنزف من العدو كمية ذخائر وطلقات دانات مدفعية أو قذائف من الطيارات، بتستنزف كمية كبيرة لقصف المواقع الهيكلية. أوشكت ملحمة العبور أن تكتمل. خطت قواتنا المسلحة بسواعد أبطالها كلمات مجد لن يسقط من ذاكرة كتب التاريخ، ونجحت في الاستيلاء على معظم النقاط الحصينة للعدو في البر الشرقي للقناة، وكأنها ترنيمة مصرية قديمة آسرة فكت طلاسم العدو وكبدته خسائر فادحة. بدأت عملية العبور. واحد من القادة المهمين في الجبهة قالت كانت مشكلتي ان انا مش معبي النسق الاول، اعدي النسق الاول او يعبر يعني، كانت مشكلتي ان انا اهدي النسق الثاني، كله عايز يعدي يعني، كل واحد شايل كام يعني على كتفه، اكله وشربه وسلاحه وذخيرته وكل حاجه يعني. المشاه هم سادة المعارك، المشاه هم اللي بيحتلوا الارض، المشاه هم اساس اي معركه. المشاه كان رئيس الاركان الفريق سعد الدين الشاذلي حريص جدا ان هو يزود المشاه المصرية اللي هيعبروا في المراحل الأولى بكمية سلاح مضاد للدبابات كبيرة جدا، لأن المشاه دول ممكن هيقعدوا تقريبا حوالي 6 ساعات بدون أي عنصر مضرع يساعدهم، فكان لازم يبقوا قادرين إن هم يصمدوا أمام هجمات المدرعات الإسرائيلية. كنا طلعنا بقى قعدنا نتدرب على العبور في أماكن مختلفة، في ترعة الحلوة وعلى في برقاش وفي الأماكن المختلفة دي، كنا بنتدرب على العبور ذات نفسه وعلى السواتر، على حاجه زي قناه السويس بالظبط، فبحيث لما احنا جينا في الحرب بتاعه 73 ما كناش حاجه جديده علينا ان احنا نطلع الجنود كلها مدربه على انها تطلع تحط الحبل السلم وتطلع عليه، وكله كان متدرب على القوارب، كانوا متدربين، المعدات اللي معاهم كل واحد شايل معداته، كل واحد شايل حاجته. اخطر ما فيه ان احنا طورناه في هذه الحرب ان احنا حولنا الفرد المقاتل ضد الدبابه، يعني الدبابه ضد الدبابه، ده طبيعي مدرعه بسلاحها بتجهيزها بكل حاجه، انما تخلي الدبابه دي المهوله المرعبه دي فرد يقضي عليها، ده اللي كان جديد، ده اللي اضافه المصريين وغيروا بيه فكر العالم في الحرب.